وللمزيد من التفاصيل يسرنا أن يكون معنا في استوديو مركز الأخبار سعادة السيد علي العرادي، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية. مساء الخير أستاذ علي، ونرحب بك ونشكرك على قبول الدعوة والمشاركة معنا في نشرة أخبار الثالثة. لا شك أن هذه الجائزة الدولية المرموقة لها أهمية كبيرة على مستوى المنطقة والعالم في خدمة أهداف نبيلة تتمثل في خدمة الأعمال الإنسانية والإغاثية وغيرها من الأعمال، وقد شهدت على مدى النسخ الثلاث السابقة جملة من تسليط الضوء على مجموعة من الشخصيات الدولية المهمة التي ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بالإنسان على مستوى العالم. حدثنا عن أهمية هذه الجائزة على مستوى المنطقة والعالم. مساء الخير، وطبعا شكرا على الاستضافة. هذه الجائزة لها أهمية خاصة، وأتصور بأن يعني الكثير من الأشياء المهمة عند الجائزة، وكان تصور يعني أوجزها في موضوعين. الموضوع الأول هو رمزية هذه الجائزة. كما تعلم بأن هذه الجائزة تأتي تخليدا لذكرى المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه. هذه الرمزية لأن هذا الرجل يعني عمل منذ توليه مقاليد الحكم في 61 وحتى رحيله عنا في عام 1999 عمل في خدمة الإنسانية، وقد عرف عنها طيبته وحبه لعمل الخير. هذه الجائزة تأتي تخليدا لذكراه، وتأتي كذلك لتؤكد بأن مملكة البحرين يعني بقيادة سيدي صاحب الجلالة الرئيس الفخري لهذه الجائزة يقدر العمل الإنساني من جهة، ومن جهة أخرى كذلك هو بار بالأمير الراحل، وبالتالي وضع جائزة لكي يعني يخلد ذكراه. هذه هي الرمزية. الأمر الآخر في أهمية هذه الجائزة هو عالمية هذه الجائزة. كما تعلم ويمكن في تقريركم قبل قليل استعرضت الدورات الثلاث السابقة، هذه الجائزة تمنح إلى من قاموا فعلا بتقديم خدمات جليلة للإنسانية. كما تعلم من يقومون بهذا العمل عادة ما يكونون منهكين في هذه الأعمال، غير مهتمين كثيرا بالإعلام، غير مهتمين بإبراز جهودهم إلى العالم لأنهم يعملون بشكل دائم. هذه الجائزة هي رسالة من مملكة البحرين بأننا نتابع، وبأن مملكة البحرين تتابع هذا العمل، وبأن مملكة البحرين تقدر هذا العمل الذي يخدم الإنسانية والذي يسهم في أن يكون للإنسان مستقبل أفضل. نعم، مجلس الأمناء وأيضا لجنة التحكيم لهذه الجائزة التي تمثل مختلف قارات العالم يعني وضعت جملة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في المرشح الفائز لنيل هذه الجائزة. هل لك أن تطلعنا والسادة المشاهدين على يعني بشكل عام الشروط والمعايير التي وضعتها لجنة التحكيم ومجلس الأمناء للفائزين بهذه الجائزة؟ نعم، طبعا في البداية أتشرف بأن أكون أحد أعضاء مجلس الأمناء. مجلس الأمناء وضع تسع شروط للمتقدم للجائزة سواء كان فرد أو منظمة، وتسع شروط كذلك خاصة بالعمل الذي سيتم منح الجائزة بناء عليه. تسع شروط الخاصة بالمتقدم للجائزة يعني سأذكر منها أهمها: أن يكون قد تجاوز 18 سنة، أن يكون قد تقدم بعمل هذا العمل يعني من ضمن الأعمال الإنسانية التي نصت عليها الجائزة، يعني عمل في مجال مكافحة الفقر المدقع، الإغاثة، التسامح بين الأديان وإلى آخره. الأمر الآخر أيضا أن يكون هذا العمل هو عمل يقوم به الشخص على أرض الواقع على الأرض، وهناك اشتراطات أخرى تسعة. طبعا فيما يتعلق بالمشروع الذي قدمه الفرد أو المؤسسة، يجب أن يكون هذا المشروع مشروع يهدف إلى خدمة الإنسانية، يجب أن يكون هذا المشروع قد قام به هذا الفرد أو قامت بهذه المؤسسة بدون دعم من أي جهة حكومية، أن لا يكون لهذا المشروع أي اتصال حزبي أو غير ذلك، أن يكون هذا المشروع فعليا على أرض الواقع قد حقق شيء، أن يكون المؤسس لهذا المشروع يعني مرتبط به، بمعنى أن غياب المؤسس لهذا المشروع سيؤثر عليه، وغير ذلك من الاشتراطات. هذه الاشتراطات الخاصة بالمشروع نفسه وبالشخص أو المؤسسة التي ستتقدم للجائزة ضمنت كذلك بأن تكون هذه الجائزة جائزة عالمية، بمعنى أن هذه الجائزة تمنح دون تمييز بين الدين أو المعتقد أو الجنسية أو غير ذلك، هي جائزة عالمية بحق، وهي رسالة من مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي الذي دشنه صاحب الجلالة بأن البحرين تقدر العمل الإنساني وتكافئ على هذا العمل. نعم، بلا شك هي يعني جائزة عظيمة. صحيح. أنشأها شخص عظيم وتخلد ذكرى شخص عظيم طيب الله ثراه أيضا، وتعكس مكانة البحرين على المستوى الإقليمي والدولي ودورها الفاعل في خدمة الإنسانية جمعاء. سعادة السيد علي العرادي، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية، نشكرك على قبول الدعوة وعلى التواجد. أشكرك على الاستضافة كذلك.